وفي حاجة عاوز أقولها على بابا، إن هو كان شخص بيحب الناس، وحتى يعني في كلامنا مثلا مع بعض في بعض الاختلافات حتى عن الأفلام وكده، جزء منه إنه كان اهتمامه دايما إن الحاجات تبقى ليها علاقة مع الناس، فهو كان بيحب الناس جدا، وأنا أعتقد الناس برضو كانت بتحبه جدا، كان في علاقة زي دي ودي ليها معنى كبير جدا. محمد خان أنا عرفته قبل ما أقابله، عرفته من خلال مجلة اسمها ألوان، كانت بتصدر في فترة الستينات والسبعينات، وكان بيكتب فيها أحيانا، وأنا لفت نظري إنه مين محمد حسن خان اللي بينشر مقالات، والحقيقة يعني دقيقة جدا في معلوماتها، لحد ما رجع مصر وتعرفنا من خلال جمعية الفن وأصبحنا أصدقاء. محمد خان لما نبص كده على حياته، حياته ما كانتش سهلة من الأول، من البداية هو عارف هو عايز إيه، ولقى نفسه في السينما، سينما الحياة، وقدم وجوه جديدة كتيرة جدا من ضمنهم أنا، قدم مخرجين، سيناريست، دايما كان مشجع وأستاذ وصديق ومعلم ومحب للإنسانية وللطبيعة. هي مناسبة الحقيقة ان احنا نلتقي كلنا في هذه الذكرى، واذا كان محمد رحل فافلامه باقية. انا بشوف ان النهاردة نوع من حالة متعلقة بمحمد خان نفسه، اللي هو البهجة والحب، عمر ما كان الموضوع متعلق بالرثاء، عشان كده لما حتى قالوا تأبين وقالوا رثاء، هي احتفالية لمخرج كان يشاع بهجة للحياة كلها.